باذن الله. بالنسبه للمايكروسيرينيوم وده بيكون موضوعين. الموضوع الاولاني هو المايكروفيتا. زي ما اتفقنا قبل كده ان اي حاجه في المقاسات دايما بنعملها ريليشن لمين؟ للسيرت سنتايل على طول فور ايجن 6. فكرتها ببساطه البريم ما يكبرش. ايه بقى اللي يخلي البريم ما يكبرش؟ يا اما يكون حاجات برايمري يا اما يكون حاجات سكندري. البرايمري برين قالوا فيه في منه حاجات فاميليا، في منها اوتوزومال ريسيسيف اوتوزومال دوميننت، وفي حاجات سبوراديك كمان. غير الفاميليا في حاجات جينيتيك اور كروموزومال زي كل الترايزومز على اختلافها بلس الجري دو شاب سندروم. تعالوا نشوف ايه معنى الحاجات دي. اول حاجه بالنسبه للانهيرتنس ده، في اوتوزومال ريسيسيف وفي اوتوزومال دومينانت. اوتوزومال ريسيسيف بمعنى اثنين قرايب اتجوزوا، ده عنده الجين اوف مايكروكيفالي ودي عندها الجين اوف مايكروكيفالي، هو ما عندوش حاجه وهي برضك ما عندهاش حاجه، بس نظرا ان هم اتجوزوا فالجينين بقوا مع بعض، فطلع لنا ربع الناس بالتغيرات بتاعتها تقريبا عندهم المايكروكيفالي ده. النوع ده مرعب من المايكروكيفالي. لو شفت منظر العين اللي مولود اثنين قرايب وجاله مايكروكيفالي بسبب الكلام ده بتلاقي راسه عامله زي راس الجمل. عشان طب ايه الضرر في كده؟ ايه راس الجمل يعني؟ بيكون فيها ايه؟ راس الجمل كاركترايزد بايه؟ نرسم جمل صغير كده. عادي كده؟ راس الجمل. بغض النظر عن اي حاجه بعد كده، الجمل كاركترايز بايه؟ كاركترايز بان الجزء ده فيه سلوب. يعني الجزء اللي قدام ده مسحوب كده. محدش ابدا بيفكر مع نفسه ليه الجمل الحته دي سلوب كده؟ ليه احنا مش زي الجمل؟ ليه احنا مدورين كده من قدام؟ لان عندنا الفرنتال التفكير، الذاكره، الادراك، الانسان بين قوسين. خلاص؟ اللي يفرقك عن الكائنات الحيه الثانيه انت عندك فرنتال لوب. ده بقى ما عندوش فرنتال لوب. ولذلك هتلاقي عنده منتال ريتارديشن، وهتلاقي الذاكره بتاعته مش حلوه، وهتلاقي الجادجمنت بتاعه مش حلو، وهتلاقيه يتاخر في الكلام، عنده بروفاوند منتال ريتارديشن. خلاص؟ ده قال عن انواع المايكروكيفالي اللي ممكن تقابلها، ده بيجي منين ده؟ من جواز القرايب، تمام؟ النوع الثاني اوتوزومال دوميننت، اوتوزومال دوميننت ده بيكون الاب او الام راسهم صغيره، يقوم يخلفوا عيل زيهم راسه صغيره، اللي بعد كده هيتجوز ويخلف عيل راسه صغيره. تتخيل النوع ده صعب ولا مش صعب؟ هي يعني هو وحش طبعا مش حلو، لكن اكيد مش زي الاوتوزومال ريسيسيف. يعني بيكون المنتاليتي هام قليله لكنه مسلم حاله. يعني المنتال ريتارديشن لما الاي كي يو بينزل عن 70 تلاقيه 75 74 على الحدود كده بتاعت المنتال ريتارديشن، كائن يعيش ويتعايش. خلاص؟ يخلف زيه عيال تعيش وتتعايش الى الابد. لكن التاني اللي عنده اوتوزومال ريسيسيف ده الاي كي بتاعه 30 40 25 ارقام مرعبه، تلاقيه عنده بروفاوند منتال ريتارديشن. سبوراديك بلا سبب واضح. في بعض الكروموزوم الانوماليز اللي ممكن تعمل الكلام ده زي الترايزومز. ترايزومز زي مين؟ داون بدو ادوارد داون ستيت وكري دو شارف. كري يعني صوت صراخ عياط، كراي يعني دو مش كده؟ شعر قطه مش كده؟ فعايز اقول لك موال القطه، عياط القطه، صرخه القطه. طب هي القطه بتعيط ازاي؟ ها؟
بروح اسمع القطه بيقول لك ايه يعني. لكن عمر السندروم دي كاركترايزد بايه؟ ده ديليشن للشورت ارم بتاع الكروموزوم رقم 5، والكلام ده هناخده ان شاء الله في شابتر الجينيتكس اللي انتوا حبيتوا يبقى الشابتر الجاي، وافتكروا ان انتوا اللي حبيته خلاص. حد يقول احنا ليه ما خدناش الجينيتكس لغايه دلوقتي؟ خلاص يا عم مفيش مشكله. 5 بي ديليشن، 5 يعني الكروموزوم رقم 5، بي يعني الشورت ارم، بي ستاندز فور بي تي صغير، بي جاي بي تي خلاص، ديل ديليشن خلاص، يبقى 5 بي ديليشن. المهم كاركترايزد بايه؟ في حاجتين انتوا عارفينهم، واحد مايكروهيفل اكيد احنا جايبينها من هنا ايه، تاني حاجه كات لايك راب بيعيط زي القطه لان بيكون اللارنكس بتاعته صغيره وانفانتايل، فتلاقي صوته مسرسع وعياطه عامل زي القطه. في حاجات تانيه في السندروم هناخدها في وقتها ان شاء الله. يبقى كريدوشا ده مثال من امثله بتاع، ممكن تقول كات لايك راي سندروم على فكره ماشي، لكن معظم الناس بتحب تسمعها بالطريقه دي كريدوشا عشان تقول حاجه فرنساوي ماشي. يبقى فاميليا كروموزوم هتقول برايمري مايكروكيت، في سكندري مايكروكيت. سكندري تو وات؟ الولد كان هيبقى كويس لولا انه اتعرض لحدث من الاحداث اللي خليته مش كويس. ايه هي الاحداث اللي تخلي البرين جروس مش كويس؟ ارجعوا الذاكره الى زمان خالص، فاكتورز افكتنج جروس اند ديفلوبمنت. كان في حاجات انترا كراين وحاجات اكسترا كراين. الانترا كراين فاكتورز دراجز، الراديشن، انفكشن، ديزيزز. اكسترا كراين انفكشن، حاجات كتير. وبالتالي لو البيبي ده اتعرض لانترا كراين انفكشن زي الترش كلهم كانوا بيعملوا مايكروكيفال، كل الترش كانوا بيعملوا بلا استثناء خلاص. انترا كراين الراديشن، دراجز زي الفينيتويد، الكحول انتيك خلاص. بعد الولاده هل ممكن حاجه تحصل بعد الولاده تاثر على البيبي؟ يعني هل في مرض خدناه في النيونيت كنا لازم نعالجه بالاكستشنج ترانسفيوجن، ولو مش عالجناه كان ممكن يعمل منتر ريتارديشن ومايكروكيفري ويظهر عيان كرنكتروس مش كده؟ هل في مرض لسه ما خدناهوش انفكشن في السي ام اس ممكن تعمل نفس الكلام كانت بتعمل بلاوي سودا كتير وادريشنز واتروب و و و؟ هلاقي ان المايكروكيفري ممكن يكون برايمري او سكندري. فلو انت داخل على حاله مايكروكيفري في الامتحان، ايه اهم اجزاء الهيستوري هتسالها؟ ايه اهم الاجزاء؟ باباك ومامتك قرايب مش كده؟ ده مهم جدا جدا جدا. تاني حاجه الاب والام، في حد عنده مشكله مشابهه؟ خلاص. تالت حاجه احداث الحمل واحداث ما بعد الولاده مباشره، لان دي اكتر حاجات ممكن ينتج عنها مايكروكيفري. طب سيبكم من الكتاب، لو انت جات لك حاله مايكروكيفري في المستشفى او في عيادتك، ايه الانفستيجيشنز اللي تطلبها للحاله؟ طبعا الاول نعمل سي تي او ام ار ار، احنا لازم نعمل حاجه زي كده، لازم نعمل نيورو ايمج. ايه كمان؟ على حسب يعني، انا مثلا انت شكيت في ترش، ترش سكرين، شكيت في ميتابوليك، ميتابوليك سكرين، شكيت في كروموزومال، كروموزومال ستادي. يبقى الانفستيجيشن ويل بي دايركتد اللي انت شاكك فيه. يعني زي يا جماعه هديكم مثال، عيل جاي لك لو بيرس ويت مايكروكيفاليك وعنده كاتاراك ومسموع عليه مربع على الهارت، تفكر في ايه؟ في الترش، تطلب له ترش سكرين. عيل جاي لك عنده ابورد سلام وعنده دي كانسس البريزدي نيزل بريدج ومش عارف الفودرين اللي ماله ده، يا ده شكله داون سندروم، هطلب له كروموزومال ستادي. يبقى اللي انا هطلبه هيكون بناء على اللي انا ايه؟ اللي انا شكيت فيه. ده الموضوع الاولاني النهارده اللي هو المايكرو كيفري. ده في الامتحان بينسال في الشورت بسرعه كده، سريعا سريعا سريعا، ممكن يجي سؤال بخمس درجات المايكرو كيفري، سؤال ظريف ما فيهوش اي مشاكل. لكن طبعا اللي بيدخل في الامتحان على مايكرو كيفري ما بيتسالش مايكرو كيفري بس، عارفين ليه؟ لان المايكرو كيفري ليه اسباب ممكن يتسال فيها، والمايكرو كيفري بيعمل حاجات، يعني ده بيعمل منتال ريتارديشن ممكن يتسال في منتال ريتارديشن، بيعمل سيريبرال بولسي يتسال في سيريبرال بولسي، هتلاقي حاله ايه؟ فيها اكتر من شكل. الحاجه الثانيه النهارده اللي معانا هي الكرينيو سينوستوزس. كرانيو سينوستوزيس، كرانيو يعني عظم الجمجمة، سن يعني التحام، اوستوزيس يعني عظمي، كرانيو سن اوستوزيس او كرانيو ستينوزيس. الكرانيو سينوستوزيس او الكرانيو ستينوزيس ده بريماتيور او ايري فيوجن للسكال سوتشرز. لسه متفقين في الاول النهارده ايه اللي خلى الراس تكبر؟ البليد بيجرو
والسولوشنز لسه ما قفلتش، ففي فرصه ان البرين يكبر. ده حتى ربنا مدي وسع اكتر منها اللي هو كان اسمه الفونتانيلس، خلاص عشان تدي فرصه للبرين في السنه الاولى بالذات انه يكبر. تخيل لو جت السولوشنز قفلت، البرين مين يكبر ايه؟ ما يعرفش. تقوم دي تسمى بالكرينيوسينستوزيس. الراس صغيره المره دي لان السولوشنز مش مديه البرين فرصه، لكن في المايكروكيفالي البرين اصلا ما حاولش يكبر لان في برين قد في فرق جوهري ما بين الاثنين. ايه اسباب الكرينيوسينستوزيس؟ يا اما يكون برايمري، وده معظمه سندرومات زي ايه؟ زي الكروزون سندروم، زي الكاربينتر سندروم، زي الشوتزون، زي الفايفر، كتير السندرومات. عايز تحفظوا طبعا الكروزون والكاربينتر، اشمعنى دول بالذات؟ لان ده واحده بوست كومر وواحده الانهيرتنس بتاعها مختلف. المهم احفظ دول، كروزون والكاربينتر. على فكره السندرومات دي كلها 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 كاركترايزد بحاجات متشابهه، يعني كلهم اكيد فيهم كرانيو سينستوزيس، متاكدين من كده. بلس معظمهم بيكون معاهم بولي داكتيلي، يعني عنده صابع او اثنين زياده، يعني بيكون في لينك ما بين السوتشرز او زبرين والصابع. معظم السندرومز دي بيكون معاها بولي داكتيلي كمان. ان انا عندي مره ثانيه الكروزول والكاربينتر سندروم والشوتزون والفايفر والبي بي سايلنت، خلاص السندرومز دي بيكون كتير معاها بولي داكتيلي. اللي انا هقوله دلوقتي اللي عايز يعرف، والسندرومز دي كلها ولدوا انها مشكله في جين انكودنج الحاجه اسمها الفايبرو بلاست كروس فاكتور ريسبتور. فبيحصل فايبروزس وكالسيفيكيشن سريع للسوتشرز فبتقفل تاني. يبقى انا عندي في حاجه اسمها مجموعه السندرومز اللي هي ريليتد للفايبرو بلاست جروس فاكتور ريسبتور. اللي عايز يعرف المعلومه يعرفها، مش عايز يعرفها مش مهمه خالص بالنسبه لمستواكم، يعني حدش سالات الاندر جراد قايمين. فايبرو بلاست جروس فاكتور ريسبتور، كروزون، كاربينتر، شوتزون، فايفر، ايا كان السندروم مش يهمنا الاسم، اعرف بس واحده او اثنين منهم سلي بيهم حاجه. سكندري دوار اكتر حاجه تعمل كرينيوس انستوز وسكندري هي الهايبر كالسيميا. طب وايه اكتر سبب للهايبر كالسيميا في السن الصغير؟ ايه؟ هايبر فيتامينوزيس دي، صح يا صبحي؟ تمام. ذا موست كومن كوز اوف هايبر كالسيميا في السن الصغير ايتروجينيك ان ذا فورم اوف هايبر فيتامينوزيس دي. يبقى الهايبر كالسيميا هي السكندري كوز او الاكوايرد كوزس. عايزين نفكر مع بعض في الكلينيكال بيكتشر اللي ممكن تحصل لحاله كرينيوسينستوزيس. عايزين نسيبها من الكتاب كده ونفكر. واحد جاله كرينيوسينستوزيس، يعني السوشيالز بتاعته كلها او بعضها قافله. ايه اول حاجه هتحصل؟ راسه مش هتكبر، خلاص. ثانيا ايه اللي هيبقى زياده قوي عنده؟ الانتراكرينيال تنشن. حتى كنت قلتها لكم زمان، سؤال واحد بس يفرق لك المايكروكيفالي من الكرينيوسينستوزيس. مانيفستيشنز اوف انكريز انتراكرينيال تنشن. طب لو انت سبته وما عالجتوش هيدخل في برين اتروفي. ليه بقى؟ ما هو مفيش فرصته، ففي الاخر من كتر الضغط يدخل في برين اتروفي. بالاضافه انك لو حسيت السوشيال هتلاقيها بلبب من تحت ايدك، وهتلاقي الواد دماغه شكلها غريب. ليه شكلها غريب؟ هديكم مثال. لو العيل الساجيتال سوشيال اللي هو ده، احنا كلنا عارفينه في نص الجمجمه اللي هو ما بين مين ومين؟ ما بين البرايتال بونز وبعضها، مش كده؟ لو الساجيتال ده قفل بدري بعد الولاده، ايه اللي هيحصل؟ الجمجمه تيجي تكبر والعرض ما تعرفش، مش كده؟ تقوم تكبر بالايه؟ ده فاتح وده فاتح، تقوم تكبر بطول. خلاص تبدا الواد جمجمته ايه؟ مطوله كده. يسموها ايه الجمجمه المطوله دي؟ حاجه جمجمته مطوله كده. جمجمته الجمجمه. يعني انا عايز كلمه وحشه بقى، الجمجمته ده عادي، كل اي حد ممكن يقول مرض الطول يقول ايه؟ يقول سكافو كفني. او يقول دوريكو كفني، عارفينها دي؟ خلاص؟ بتاعت النجر. سكافو كفني اور دوريكو كفني هما نفس الشيء. طيب. ساعات تلاقي جمجمه مسطحه من ورا، بعد السوشيالز قافله ورا. يقوم يديك حاجه اسمها براكي كفني، كلمه براكي يعني قصيره. خلاص؟ ساعات تلاقي الجمجمه عامله كده. كوكا
كونيكا أقروبية أو عاملة زي البرج تاور خلاص، دي بيسموها أقروكفالي. أقروكفالي ساعات نلاقي الجمجمة والعياذ بالله شكلها فظيع، تبص عليها من فوق تلاقي الجمجمة عاملة كده بصة من قدام وبصة من الجنبين، شيء عجيب جدا. ده بيحصل مع ايه؟ السوتشر ده قافل والسوتشر ده قافل والسوتشر ده قافل والسوتشر ده قافل والسوتشر ده قافل، فالبرين ما عندوش فرصه ان ينمو فبيضطر يبص ما بين السوتشرز، فتبقى يبص لك من هنا مره ومن هنا مره ومن هنا مره، وتبص على الجمجمه تلاقي منظرها عجيب كده. اللي شاف المنظر ده قال لك تصدق شبه المثلث؟ واحد قال له لا مش مثلث قوي مش حاسسها، سموها ترايجونو كيفني ولو ان الاسم مش صح. واحد راح جاي مسميها اسمها صح، سميها تريفلو كيفني، ترايفلو كيفني. ايه ترايفلو كيفني دي؟ تريفل بتاع كوتشين عارفينه؟ اه نفس الفكره بالظبط. طب تعرفين التريفل بتاع كوتشينه جاي التسميه منين؟ ترايفوليا يعني ثلاث ورقات، ورقه ورقه ورقه، فبيسموها تريفل. المهم يعني الترايفل وكيفري ده يعتبر قمه التشوه اللي ممكن تحصل في الجمجمه. اذا في فروق جوهريه بين المايكرو كيفري والكرينجنستوزس، جمجمه مشوهه مع كرينجنستوزس، سوتشرز محسوسه مع كرينجنستوزس، زياده في الانتراكرينيال تنشن مع الكرينيوسينستوزس، ولو انت لحقت الطفل ممكن يتلحق. ليه؟ ما اصل الكرينيوسينستوزس لو انت فتحت له السوتشر يعيش حياه طبيعيه. خلاص؟ جات لك حاله الكرينيوسينستوزس تعمل ايه؟ سي تي برين، اكس راي برين، سي تي برين، وبعدين الخطوه الثانيه هتبعته الجراحه. هو ليه يروح الجراحه؟ يعني ايه الاسباب اللي ممكن تبعته بسببها الجراحه؟ عشان تمنع المنتال ريتارديشن. خلاص؟ بيعملوا في الجراحه بيفتحوا السوتشر بالشنيور الجراحي خلاص، وبعدين بيغطيها بالجلد وخلاص، ومع الوقت هيحصل لها هيبروز بعد سنتين ثلاثه يكون قد الغرض اللي احنا عايزينه. العمليه اسمها كرينيوتومي اوبريشن، كرينيوتومي، كرينيوتومي شق فين؟ في السوتشرز يعني. المهم بعض الانواع الكرينيوسينستوزس ما بتاثرش على المينتاليتي ولا بتعمل برين اتروفي. عارفين الكلام ده ممكن يحصل امتى؟ يعني لو في سوتشر واحد بس اللي حصلت فيه مشكله، تلاقي كل المشكله مشكله كوزموتيك بس في الشكل. فساعات بنعمل العمليه عشان خاطر الشكل ماشي، ممكن، وفي ناس طبعا ما بترضاش تعملها. لكن العمليه بسيطه وسهله جدا، والطفل بيتقلب عليها 180 درجه، بيبقى الطبيعي تماما. اللهم الا اذا كان سندروم ومعاه بلاوي ثانيه. لكن لو كان سندروم بسيط او نون سندروميك اصلا يبقى خلاص الدنيا تمشي كويس خالص بعد كده. يبقى لو حد سالك في الامتحان وقال لك دو يو وات دو يو نو اباوت مايكرو كرينيوم او سمول سايز هيد، تقول له السمول سايز هيد او المايكرو كرينيوم ممكن يبقوا حاجتين، يبقى مشكله في البرين مايكرو كيفن، يا اما بريماتيور فيوجن اوف سكال سولشرز اللي هو الكرانيو سينستوس. خلاص؟ يبقى المايكرو كرينيوم ده تعبير ايه؟ عام يشمل البرين. منتال ريتارديشن. يعني ايه منتال ريتارديشن بالعربي؟ ما لهاش معنى تاني بصراحه. احنا ما بنحبش نستعمل الالفاظ الاجريسيف عموما عشان نقول ذوي الاحتياجات الخاصه، لكن لما بنيجي نتكلم عن حاجه زي كده هي ما لهاش ترجمه تانيه. المنتال ريتارديشن هو التخلف العقلي. طبعا ده بيختلف عن العدد، ده موضوع، ده موضوع تاني خالص. منتال ريتارديشن يعني ايه منتال ريتارديشن؟ شوفوا بقى التعريف المركب العجيب ده. It's a handicapping disorder. Handicapping هي اعاقه موجوده. والذا ايج اوف اونست اقل من 18 سنه. و 18 سنه هو العمر اللي بيوصل فيه البرين جروس بتاعك نهايته، لكن مش الديفلوبمنت على فكره. الديفلوبمنت بيوصل نهايته على سن كام؟ اراوند 40 سنه. يعني اخرك في الديفلوبمنت والحكمه والوزدم كده تبقى راجل خلاص، يعني ده سن 40 سنه. خلاص؟ اللي هو سن الذي تبلغ فيها اشدك وتستوي. اللي هو سن النبوه عموما. ماشي؟ 40 سنه هو ده السن، لكن 18 سنه المفروض ان الجروس خلص. عشان كده وانت داخل كليه الطب انت داخل بالدروس بتاعك كله خلاص، لكن الديفلوبمنت لسه. هتلاقي كل سنه بتزداد حكمه. مش كده؟
سن الحكمة دلوقتي، يعني دلوقتي زي سنة أولى مش هيكملكوا أكتر دلوقتي إن شاء الله. المهم يعني يا جماعة هانديكابنج ديس أوردر وذ إيج بوست أقل من 18 سنة خلاص؟ وذ أي كيو أقل من 70. إيه الأي كيو أقل من 70 ده؟ الإنتليجنس كوشنت أو معامل الذكاء. المفروض مثلا لو واحد عمره 15 سنة يبقى عقله عمره كم سنة؟ 15 برضه ده أقل حاجة يعني خلاص؟ 15 اللي هو المينتال إيج على 15 اللي هو العمر الزمن اضربهم في 100 يطلع بكام؟ ب 100. فلما واحد يبقى الاي كيو بتاعه 100 ما يتاخرش قوي بنفسه خلاص، ده العادي ان انت تبقى 100 يبقى عمرك وعقلك حاجه واحده خلاص، ده مش ذكي، ده انسان عادي خلاص. اللي مش عادي بقى يبقى اكتر من كده واقل من كده، يعني الواحد لو عدى ال 120 يصنف انه ذكي زي معظم طلبه الطب. الاي كيو بتاعهم لا، بس يعني لو بس لو خدت فرصتكم بس خلاص كده على 18 سنه خلاص. الاي كيو بتاعكم لو عدى ال 120 واحنا كده مصنف من الاذكياء، يعني نزل عن 90 مصنف ان احنا من الايه؟ يعني اقل من 70 ده من ريتارديشن خلاص. يبقى اتس هانديكاب من ديسوردر وذ ايج اوف اونست اقل من 18 سنه والاي كيو فيه بيكون سب نورمال اقل من 70. هو هيسال سؤال خطير، طب لو بعد 18 سنه يعني افرض واحد كده مثلا يعني عنده 22 سنه مثلا والاي كيو بتاعه نزل قوي وصل 60 ولا حاجه، ده يبقى ايه؟ يبقى ديمنشن، ده العدل. ولذلك اللي عنده الزهايمر عمر ما حد يقول لك الزهايمر منتال ريتارديشن، لك الزهايمر ديمنشن. اللي عنده بيكس ديزيز يقول لك بيكس ديمنشن خلاص، دي حاجات خاصه بالبطنه. يبقى في البطنه بيسموها عدل، اما في الاطفال بيسموها تخلف عقل. تخلف لان المفروض كان الجروس يحصل اول 18 سنه وحصلت حاجه اعاقت الجروس في النص. يبقى اتس هانديكابنج ديس اوردر وذ ذا ايج اوف اونست ليس ذان 18 ييرز وذ ذا اي كيو بيلو 70. طيب ايه كوز اوف مينتال ريتارديشن؟ اول كوز انه يكون سب كلتشرال. سب كلتشرال بمعنى ايه؟ النمو العقلي والتطور العقلي محتاج بيئه ملائمه. لو البيئة فيها مشكلة ممكن الطفل يبقى غبي بسبب البيئة اللي هو فيها. يعني مثلا انتوا عارفين لغاية دلوقتي في قبائل موجودة في افريقيا، في وسط افريقيا، قبائل البانتو لغاية دلوقتي ملهمش علاقة بالدنيا خالص. الناس هناك بتلبس حاجات كده من الطبيعة خلاص، وبياكلوا من ورق الشجر وقاعدين في الغابات. هات واحد من دول يعملوا اختبار ذكاء، او هات واحد من دول حاول تعلمه اي حاجة مش هيتعلم. ليه؟ أو يعرفش في الدنيا غير حاجتين ثلاثة بيعملهم وخلاص. ليه؟ لأن البيئة المحيطة بيه كده. في مصر هل في حاجات سب كلتشر بالهبل طبعا مش كده؟ يعني بنلاقي في ناس كتير جدا يقول لك مش ثابتين عيالهم في شهادات الميلاد إلا لما يعدوا سنتين عشان يضمنوا العيال كملوا. يعني لسه هروح أثبت وأعمل وأكتب له اسمه وبتاع وبعدين يطلع في الآخر ما يعني يموت. لا، ما نستنى عليه سنتين ثلاثة كده يشد حيله ويجري كده، عرفت إن الواد ده مكمل معاه يعني بنروح بقى نثبته براحتنا. الكلام ده على فكرة مازال موجود. أنا شفت الكلام ده في كورة تبع أبو كبير. ما بتكلمش مثلا عن شيء فضائي، يعني بتكلم عن حاجات تلعب كبير خلاص، يعني ما فيش 20 كيلو من هنا يعني تمام. ولذلك يا جماعه احنا بنقول ان ساعات فعلا بيكون في مشكله. حد فيكم خد تغذيه دلوقتي؟ نيوتريشن. نيوتريشن حد شد من امهات هناك؟ مش في امهات عجيبه بتشوفها ساعات؟ تبقى في امهات عجيبه فعلا، تحس وانت قاعد اصلا ان الاي كيو بتاعك عمال بينزل بينزل بينزل. لما تكون خلاص قربت توصل للفاميلي هيستوري تقول يا رب اجري بقى عشان الحق شويه اللي فاضل لي. فعلا الكالتشر ممكن يكون ليه هروب. يبقى اول حاجه السبكتش. الحاجة الثانية ممكن يكون جينيتك برين ديزيز، سواء كان انهيرتد اور نوت. جينيتك زي مين؟ زي كونجينيتال برين مالفورميشنز، او ممكن يكون نيورو ديجنراتيف برين ديزيزز، أو ممكن يكون ميتا بوليك ممكن يكون ميتا بوليك برين ديزيز. طيب تعالوا ما نناقش الأربعة دول، عايز حد يديني أمثلة، في أمثلة في الكتاب، في أمثلة بره الكتاب. اول حاجه الكونجنتال برين مالفورميشن، ادوني امثله. هل في مرض الخزومه الرصاصي بتبقى الراس فيه صغيره وعنده انت ريتارديشن فظيع؟
لسه قايل لي مشكله. هل في مرض يقفل مثلا الفورامين اوف مونرو او يقفل اكوداكت اوف سيلفياس ويعمل هيدروكيفال؟ ما فيش عندنا فيه كونجنتال هيدروكيفال بس كونجنتال ادهيشن برين تيومر كلهم كانوا كده كونجنتال. ففي حاجات كونجنتال. عايز مثال كمان كونجنتال انومالي في البرين، حاجه خدناها في النيونيت وكانت بتعمل نيونيتال كونفولجنس اللي هي اجايريا اللي كان اسمها الثاني ليسن كفري. لما قلت لكم البرين عامل زي السيراميكا مش لا جايراي ولا سلكاي، النورمال البرين بيبقى عامل كده على الناحيتين خلاص. ده بيبقى حته واحده كده، ده اسمه ليسن كفري. ادي مثال فوق اللي عندنا في الكتاب ليسن كفري absence of gyri and sulcar. نيورو ديجنراتيف ديزيزز زي ايه؟ زي حاجات كتير. تاي ساك ريت سندروم. المهم يا جماعه والعياذ بالله المجموعه دي بتبقى عامله ازاي؟ الطفل بيتولد طبيعي جدا ما عندوش اي مشاكل خالص ماشي، وبيقعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى ما شاء الله له. يعني بعد كده الطفل كان قوله لك يا دكتور وان كان كويس خالص وبدأ يقعد وبدأ يسحب وعرفني وضحك وعمل حاجات كتير. بعد شوية فجأة لقيته مش عارف يسحب، وبعدين فجأة ما عادش عارف يقعد، وبعدين ما عادش عارف نصله براسه، وبعدين ما عادش عارف باباه، وبعدين ما عادش عارفني، وبعدين ما عادش عارف حد خالص، وبعدين ما عادش بيتبسم. هو إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ ده جاي بالديفلوبمنت فلاش باك راجع بيه لورا خلاص. فده بنسميه مش سايكو موتور ريجريشن، ده بنسميه سايكو موتور ريجريشن تراجع خلاص، بيفقد الحاجات اللي اكتسبها. طبعا يا جماعه الامراض دي بتبقى فيري بروجريسيف ماركت بروجريسيف ونهايتها غالبا الوفاه. دي اسمها نيورو ديجنراتيف ديزيز. زي مرض التاي ساك، وده مرض من امراض الليبيد اللي بيترسب في البرين، ده مش موجود غير في اليهود وفي المصريين. والريد سندروم، والريد سندروم ده سندروم اللي عايز اعرف عنها ديتيلز ممكن اقول له ايه خلاص. يبقى التي ساك ريد سندروم دي امثله للنيورو ديجنراتيف ديزيزز. كروموزوما، حد يعرف مرض كروموزوما؟ مرض كروموزوما خلاص، وبيعمل منتال ريتارديشن. طب مرضين كروموزوما اللي بيعملوا منتال ريتارديشن ثلاثة أربعة دول كلاينفيلتر فراجايل اكس. احنا الشابتر الجاي هناخد كل الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل، بس مبدئيا داون سندروم مثلا. ميتابوليك برين ديزيز. زي ايه الميتابوليك؟ يعني امثله من اللي انتوا عارفينها زي مين؟ زي جالاكتو زينيا، زي الفينايل كيتو نوريا خلاص. دي امراض ميتابوليك. جالاكتو زينيا كان بيعمل منتال ريتارديشن، والفينايل كيتو نوريا لو ما اتعالجش كان بيعمل منتال ريتارديشن. يبقى يا جماعه جينيت قد يكون كونجنتال برين مالفورميشن، حاجه تركيبيه، راس صغيره راس كبيره، مشكله في الجايراي في السالكاي. نيورو ديجنراتيف ديزيزز اللي احنا قلنا عليها سايكو موتور ريجريشن كروموزومال انوماليز او ميتابوليك. المجموعه الثالثه من الامراض نون جينيتك، ودي ريليتد لحاجات بري نيتال ونيتال وبوست نيتال. ما تبصوش في الكتاب، فكروا معايا كده، تفتكروا ايه الحاله اللي تيجي للعيل اثناء الحمل تخليه نيتال يتردد بعد كده؟ انفكشن، الراديشن، ديزيزز، دراجز. طب ساعه الولاده ايه اخطر حاجه ساعه الولاده؟ هايبوكسيا مش كده؟ يعني في الترم العام بري نيتال اسفيكسيا، صرنات اثنين وصرنات ثلاثه كان بيحصل لهم انتر ريتارديشن خلاص. طب بعد الولاده حد يعرف يديني مثال لحدث هام في النيونيت كان يعمل انتر ريتارديشن؟ كرنيترس. طب حدث هام تاني مننجيتس، هايبوكسيا، برين امبولس، اي مشكله تحصل بعد كده ممكن تعمل منتال ريتارديشن. مش ملاحظين حاجه؟ في حاجات بالاسود في حاجات بالازرق. مواصفات قويه مش كده؟ يعني الناس اليوم في الالوان وكده هتشوف حاجات بالاسود وحاجات بالازرق. سامح على فكره كان بيتساءل شويه، يقول لي ميتابوليك كتب نصها بالاسود وكتب نصها تاني بالازرق. انا ما بكفش ده طلع بيكفي عين شغال ايه ده يا جماعه؟ ها؟ ايه احنا نقول حاجه احنا؟ ليه ده بالاسود وليه ده بالازرق؟ ها؟
اللي بالازرق ده كان ممكن امنع انه يحصل. اما اللي بالاسود لا ما اقدرش. يعني لو جيت اقول لك what are the preventable causes of mental retardation اللي بالازرق. واحد يقول طب الميتابوليك ده يعني ايه ظروفه بالظبط؟ الميتابوليك دول قلنا قبل كده ان هم على الاقل اكتر من 1250 مرض موصوف. خلاص الناس فيه لغايه 1400. عندك بعضهم بيتعالجوا كتير منهم ايه؟ ما بيتعالجش، فاللي بيتعالج يبقى ايه؟ ازرق ما بيتعالجش يبقى اسود. فده الميتابوليك فيه حاجات زرقاء وحاجات ايه؟ وحاجات سوداء. انا لقيت لكم اثنين بالازرق منهم، لان الجلاكتوزيميا والفينالكتينوريا بيتعالجوا، خدنا علاجهم قبل كده في الانفنت فيتا. طب هل ممكن حد في الامتحان خلاص يقول لكم بريفنتبل كوزز اوف منتال ريتارديشن؟ حصلت السنه قبل اللي فاتت. بريفنتبل كوزز اوف منتال ريتارديشن. بريفنتبل كوزز اوف منتال ريتارديشن. يبقى كل النون جينيتك معانا، بعض الميتابوليك معانا، والسب كالتشرال، وما ننساش طبعا حاجه مهمه جدا هي الهايبوثايرويديزم. لانها بتتنسي، الهايبوثايرويديزم ممكن تتحط في بوست نيتن فمش محطوط لها حاجه معينه، يعني ده من الحاجات، انا اسف لو انت بالاسود يا زرق ماشي. الهايبوثايرويديزم ده من الحاجات اللي ايه؟ البريفنتبل. طيب حد يعرف يقول لي ايه الكلينيك بيكتشر اوف منتال ريتارديشن؟ واحد يقول لي واحد متاخر حلو قوي، متاخر ازاي يعني؟ حد فاكر اصلا الديفلوبمنت كان عامل ازاي؟ تقول لي كان في موتور مايل ستونز ومنتال مايل ستون. نتكلم عن الموتور ولا المنتال؟ اكيد المنتال صح. طب المنتال كان فيه اجزاء، فيه ايه اجزاء المنتال ديفلوبمنت؟ سوشيال ديفلوبمنت، سبيتش ديفلوبمنت، سكول اتشيفمنت. مش دي كانت الاجزاء اللي عندنا في شابتر الديفلوبمنت؟ ولذلك هتبص هنا تلاقي ايه؟ ديلايد سوشيال ديفلوبمنت، ديلايد سبيتش ديفلوبمنت، سكول اندر اتشيفمنت. يعني اعكس اللي انت خدته في الديفلوبمنت. ولذلك انا بحذر تحذيرا شديدا، ممكن في الامتحان ينزل سؤال في بيبر 1 ديسكاس منتال ريتارديشن على اعتبار ايه؟ ان الديفلوبمنت جروس، يعني شطر الجروس يعني، يعني ورق اولي. قبل كده عملوا حاجه مشابهه، قال لك ديسكاس كوز اوف شورت ستيتشر على اعتبار ان اللينس ورق اولى. يبقى شورت ستيتشر يعني معانا خلاص. يبقى خدوا بالكم من حاجه زي كده. على المنتال ريتارديشن اتشرح السنه دي في محاضرات الجروس، وهيتشرح تاني ان شاء الله في محاضرات النيون. هتاخد بالك انه موضوع مزدوج. لو جينا نقول مع بعض الانفستيجيشنز اللي نعملها لحاله منتال ريتارديشن، وبليز مش عايز حد يبص في الكتاب، جات لنا حاله منتال ريتارديشن نعملها ايه؟ كل حد يقول لي حاجه. ده انت عندي كل حاجه لسه قدامي، ده المشكله في الناس اللي ورا دول مش عارف اقول ايه لما الحاجات تخلص. اي حاجه تطلع صح. نعم؟ سي تي وام ار اي طب لازم نعمله، ايه كمان؟ ما انت عندك الاسباب اهي، يعني اي حاجه يعني سي تي وام ار اي طلع مالفورميشن، نقوم نعمل ايه؟ كروموزومال ستادي، ميتابوليك سكرين، تورشي سكرين، فانتس اكزامينيشن، خلاص براحتك. وان ذا موست امبورتنت سنترز ان ذا وورلد يو كان ديتكت اونلي 25% اوف ذا كوزز. موست كوزز ار اوبسكيور، لان الحاجات الميتابوليك كتير جدا منها صعب في التشخيص. يعني بتوصل للسبب قول لي في ربع الحالات. لا مش هتفرق، مش هتفرق الدرجه. طيب ايه علاج المنتال ريتارديشن؟ المنتال ريتارديشن ليه بريفنشن ساعتك مالوش علاج. بريفنشن اوف وات؟ يعني حد يعرف يعمل لي بريفنشن حلو كده؟ انكريزنج سوشيو ايكونوميك ستاندرد والكلام ده، سيبك من الكلام ده. تاني حاجه علاج الميتابوليك زي ايه؟ علاج الجلاكتوزيميا باي اللي هو ميلاك اف ال لاكتوز فري فورمولا. علاج الفينالكتينوريا لبن كان اسمه لوفين لاك، الحاجات دي خدناها قبل كده مع بعض. طيب علاج الهايبوثايروديزم بدري والسكريننج ليها. نمنع التورش ازاي؟ بطعم البنات ضد الروبيلا وهكذا. يبقى اذا نشوف الحاجات اللي ممكن تعملها بريفنشن ومنها بريفنشن. طب ايه العلاج؟ العلاج مفيش علاج بصراحه، هو كله اعاده تاهيل. تكون متنبي البيت الشعر اللي انتوا عارفينه مش كده؟ لكل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيت من يداويها. خلاص؟ فنقدر نعمله ان احنا نحاول نظبطه شويه. يعني لو كان الاي كيو بتاعه عنده مايند ريتارديشن من 50 ل 70 ده ايديوكابل. تفتكروا عن ايه ايديوكابل؟ ممكن تعليمه، بمعنى ممكن يتعلم في مدرسه التربيه الفكريه. خلاص؟
حاجات بسيطه. امال لو من 35 ل 50 ده مودريت، ده ترينابل. يعني ايه ترينابل؟ هو حد يفتكر ضرب على حرف خلاص؟ لا طبعا، استحاله طبعا يا جماعه، ده مينتال كونديشن جامد يعني. امال يعني ايه ترينابل؟ يتدرب على الاعتناء بنفسه، ياكل نفسه، يشرب نفسه، يدخل الحمام، يعرف ان الكهرباء غلط، لما عدى الشارع يبص، ده اخرنا خالص. طب من 20 ل 35 بارشالي ترينابل، بمعنى ايه؟ بعض الحاجات اقدر يعتني، يعني يقدر يعتني بيها بنفسه زي الاكل والشرب مثلا، لكن ما ينفعش يمشي في الشارع لوحده، ما ينفعش اقف في البلكونه لوحده، ما ينفعش اسيبه مع القابس لوحده. مفيش كهرباء حلو خالص دي خلاص. بروفاوند مينتال ريتارديشن، ده عايز فول تايم نيرسنج كتير، ما يقدرش يعتني بنفسه اطلاقا، ولا في اكل ولا شرب ولا في حمام. دكتور المانيفستيشن هي دلوقتي السوشيال، نكتب بقى الحاجات الجروس. الدرجات يعني لو انت الدرجات كله بعشر درجات كل صفحه ونص. موضوع ده الرئيسي النهاردة، النهاردة بعد فضلنا على موضوعين بس، سنبرا نبص الموضوع تاني كمان. واحد استفادوا من السفر حاجتين، الحاجة الأولى اللي يعتز ببلده بصراحة، يعني أكتر واحد يعتز بيها أكتر، يعني ده كلام مش كلام إنش والله بجد، لو نزلتوا فعلا هتحسوا بالحسرة، يعني هناك الإمكانيات أقل من إمكانياتك كتير خالص، يعني كل اللي طايرين بيه البسفور وشوية القلاع اللي عندهم دي ما تجيش حاجة خالص في اللي عندنا، خالص خالص، بس هم عارفين يستثمروا، مش أكتر يعني. خلاص يعني عندهم مثلا ايه 3 4 قلادات ذهب كده، عاملين لها متحف وبتاع والدخول ب 15 دولار وحاجات فظيعه مش كده. هنا انت عندك في اسكندريه في حاجه اسمها متحف المجوهرات الملكيه، خلاص الدخول التذكره مش عارف بجنيه ولا ب2 جنيه، محدش اهل اسكندريه نفسهم في ناس ما يعرفوش، خدت بالك؟ ولكنه راح احسن من ده 100 مره. طب يا جماعه احنا بلدنا لسه في امل، ومن 6 سنين الراجل كان بيقول ان احنا ما كناش نقدر نعدي جنب البسفور من الريحه، كان الدنيا هناك الريحه بقول كانت متينه للغايه، لكن في 6 سنين حصل تغيير، حصل تغيير في النظر. فلما الناس لقيت ان التغيير بيعود عليها بالنفع بدأ هم كمان ايه يتغيروا، والشعب مش احسن مننا على فكره، الشعب قليل ادب جدا، استغلالي جدا، خلاص يعني المصريين احسن منه بكتير اكيد يعني. خلاص ده اول فايده. الفايده الثانيه ان الواحد ما يسمعش كلام اي حد، يتاكد من المعلومه بنفسه. واحد زميلكم حسب الله ونعم الوكيل قال لي درجه الحراره 14 15 كل 16 لسه نازل خلاص لسه نازل يا جماعه، يعني مدى خدمه درجة الحرارة خارج كابينة الطائرة واحد طبعا مش عارف يتحسب على كده، طبعا دي زدت عارف يعني ايه واحد؟ عارف انت كده الثلاجة درجة حرارتها تتراوح من 2 ل 8، عارفين كده طبعا الثلاجة درجة حرارة الداخلية من 2 ل 8، والفريزر بيبقى ماينس 2 ماينس 3، الفريزر طبعا غير الديب فريزر اقل من كده عامل، خلاص واحد يعني انت فتحت الثلاجة دخلت على الماكسيمال بتاعها، مستوى الواحد ما يصدقش اي حاجه، يقول انت ما تشوفش مسلسلات تركي ما كلهم بيقعدوا يلبسوا البلاط ويطلعوا البلاط، فانا ما كنت ان هم عايزين بلاط يا عم انا غلطان فعلا. بس هو الواحد فعلا لازم يعتز ببلده يا جماعه، والله ده يعني فعلا البلاد ضئيله جدا، بالرغم من كده الناس بتستغلها يعني اقصى استغلال، احنا عندنا بلدنا والله احسن من كده بكتير، حسبنا الله ونعم الوكيل في الجميع، كل واحد بيتبصر فيه. المهم سيريبرال بولسي، الشلل الدماغي، اسم مرعب، بيقول لك لو الام اللي انت بتوصف لها المرض ده لاول مره ما عيطتش منك يبقى انت فشلت في توصيل الرساله. تاني، لو الام اللي انت بتشرح ليها يعني ايه شلل دماغي لاول مره، ابنها جاي بيقول لك لاول مره لسه بتشخصه النهارده، يبقى انت فشلت انك توصل لها الرساله، لازم تعيط منك. خلاص؟ والكلام ده مهم يا جماعه، بتبقى صدمه نفسيه في الاول، لكن بعد كده لازم تبقى عارفه وضع المرض ايه بالظبط. ايه هو الشلل الدماغي؟ التعريف عقده بصراحه. They are group of
نون بروجريسيف. بعدين طب كويس بس بين قوسين حط لي اند نون كيورال ديس اوردرز اوف ذا موتور يونت موتور اند بوستشر ديو تو ان انسلت تو ذا ديفلوبينج برين that may be associated with visual auditory mental retardation or epilepsy. تعالوا يا جماعة ما نناقش هذا الفعل. أول جزء في التعريف the other group of group يبقى هما حاجات heterogeneous مش حاجة واحدة. Of non-progressive ماشي yet non-curable disorders يعني المرض ثابت يعني الطفل لو حصلت له مشكلة في المخ ساعة الولادة نتج عنها ان الطفل بقى عنده شلل نصفي عنده هيمبليشيا خلاص الشلل النصفي مش هيخف لكنه مش هيبقى شلل رباعي مش هيبقى كوادريبليجيا خدين بالكم الفكرة هو ثابت على حاجة محددة ليه due to an insult to the developing brain insult ببركة هيت اند رامي يعني ايه؟ يعني يا جماعة جاي مشكلة هاي بوكسي على اريا 4 دمرت اريا 4 على الناحية اليمين فالطفل ما عادش بيتحرك على الناحية الشمال شكرا وخلصت الهاي بوكسي ما الهاي بوكسي لو كانت كملت كان مات هاي بوكسي ساعة الولادة بس مقيمين تاني حاجة كرنكترس مثلا جال كرنكترس راح جاي ودمر لك البيزا الجانجليا بايلاترال عمل لك مشكلة في الموفمنت وعمل ريجينيتي وبتاع وخلص الكرنكترس لكن ما خلصش الأثر بتاعه خلاص هايبوجلايسيميا ساعه الولاده وراح جاي مدمره بعض المناطق في البرين والهايبوجلايسيميا اتحلت اللي اتدمر اتدمر والهايبوجلايسيميا اتحلت يبقى السبب زاد ولذلك لما نيجي نشوف الكوزز بعد شويه لا هتلاقي فيها ميتابوليك ولا هتلاقي فيها كروموزومال ولا هتلاقي فيها نيورو ديجنريت لان الحاجات دي كلها بتتميز بحاجتين اولا السبب بتاعها هيفضل فاضي ثانيا الامراض دي بروجريسيف يعني بتزيد مع الوقت لا احنا الامراض بتاعتنا كلها ملكه ايه هيد اند ران حصلت وجريت على طول خلاص يبقى زي ار جروب اوف نون بروجريسيف نون كيورابل ديس اوردرز اوف ذا موتور يونت الاساس فيه ان هو موتور خلاص ذات مي بي اسوشيتد بس ممكن ياثر على الاوكسيبيتال لوب يعمل فيجوال بروبلم على التيمبورال لوب يعمل اوديتوري بروبلم ياثر على الفرونتال لوب يعمل منتال ريتارديشن يأثر على اي مكان ويعمل ايبيليبتيك فوكس ويعمل ايبيليبس طبعا غالبا السي بي بيكون معاه حاجه من دول لكن بعض حالات السي بي فعلا ما بيكونش معاه حاجه غير الايه غير الموتور اذا من ضمن حيثيات التشخيص ان يكون نون بروجريسيف من ضمن الحيثيات يكون في حاجه ايه موتور على الاقل لازم في حاجه موتور وطبعا لازم يكون السبب بتاعه حصل ومشي ما ينفعش السبب يبقى ايه مازال كونتينيو وقاعد معاك ده تعريف الشلل الدماغي او السيريبرال بولس اسباب السيريبرال بولسي ايه في برايمري اور ايديوماتيك وده موست كومن كوز وفي سيكندري بري نيتال نيتال بوست نيتال اصل فيهم ايه ذا سيم كوزز اوف منتال ريتارديشن اي كوزز منهم النون جينيتيك اللي هم كانوا بيحصلوا ويمشوا هو بري نيتال يعني ايه انتر يوتراين انفكشن انتر يوتراين ريديشن انتر يوتراين هايبوكسيا انتر يوتراين دراج برينيتال اسفيكسيا بوستنيتال مينينجايتس كرنكترس هايبوكسيا فاسكولار اكسيدنت حاجات حصلت وراحت لحالها طبعا هتنزل الاسباب تجيبه من المنتال ريتارديشن خلاص طيب الايديوباسيك هو الموست كومن كوز وده كلام عرفوه ازاي هما كانوا فاكرين اشهر سبب البرينيتال اسفيكسيا كانوا فاكرين كده وكانوا فاكرين السبب رقم 2 بعدين مينينجايتس طلع الكلام ده مش مظبوط لان الانسيدنس اوف سيريبرال بولسي في مصر عامل زي الانسيدنس اوف سيريبرال بولسي في اليو كي وتقريبا زي الانسيدنس سي دي في اليو اس اي يعني بلدك زي اوروبا عموما وزي امريكا مفيش فرق في الانسيدنس غير 1/10 في الالف كلام فاضي خلاص ده معنى ايه لو كان الموضوع موضوع رعايه ساعه الولاده وحمى شعبيه بتتلحق ومستشفى حميات محترمه اكيد امريكا كان يبقى سي دي معدود وهتبقى انجلترا فيها شويه صغيرين ومصر كان هيبقى نصها ماشي سي بي خلاص ده اللي كان هيحصل لكن انت عندك السي بي الانسيدنس بتاعك هو الواحد في الالف اللي موجود هنا واحد لواحد ونص في اوروبا نفس الكلام في امريكا نفس الكلام معنى كده ان الموضوع خارج اراده البشر وده من فضل ربنا عليه
خلاص. يبقى ان السيريبرال بولسي لما بيحصل بيبقى حاجه مقدره انها هتحصل، حاجه ايديوباسيك مش معروف ايه هي، عليها سيروس كتيره لكن لسه ما وصلوش لاخرها ايه. بيقول مشكله في النيورو بيولوجي اوف سيلز لكن محدش لغايه دلوقتي وصل للمشكله. ايديوباسيك اور سيكندري تو ذا نون جينيتيك كوزز اوف مينتال ريتارديشن. طيب ايه انواع السيريبرال بولسي؟ السيريبرال بولسي بنقسمه فانكشنالي وبنقسمه برضك اناتوميكالي. نشوف الفانكشن. اول نوع من انواع السيريبرال بولسي بنشوفه كتير جدا في الاكزام، وطبعا السيريبرال بولسي نسيت اقول لكم ان ده اشهر حاله عمل، اشهر حاله في الامتحان العملي، اشهر حاله في النيورو يعني اي مين الامتحان العملي. اول حاجه سباستيك، سباستيك سيريبرال بولسي كاركترايزد باي سباستيسيتي، مشكله الابر موتور نيورون ليجن. انتوا خدتوا عمل بطن نيورون فعلا؟ ما انت هتقص ازاي؟ ما خدتوش عمل بطن نيورون؟ طيب ما عليك. ابر موتور نيورون ليجن، ايه هي الكرايتيريا اوف ابر موتور نيورون ليجن؟ انتوا عارفين يا جماعه ان السي ان اس البرين وظيفته الرئيسيه هو تتخيلوا ان هو انهبيتور. يعني البرين وظيفته تعمل انهبيشن للخلايا اللي موجوده جوه السباينال كورد، مش ستيميوليشن على فكره. يعني هديكم مثال، عارفين مثلا الميثيوريشن بيحصل ازاي؟ لما البرين يقول لليورينري بلادر انا هسيبك براحتك، مش يديها امر انها تعمل، لا ده يسيبها براحتها. خلاص؟ يعني البرين بطبيعه الحال انهبيتور، فلما يحصل اي حاجه تدمر السيجنالز اللي جايه من فوق يحصل اوفر ستيميوليشن، فتلاقي التون تزيد والريفلكس تزيد والطفل يخشب، يحصل له سباستيستي. فالسباستيك سيريبرال بولسي بيحصل عشان بيور موتور ليجن كاركترايزد باي بقى؟ هايبرتونيا، الطفل مخشب، هايبر ريفلكسيا، بوزيتيف بابينسكي ساين، وكلونس. طب هايبرتونيا واضحه مش كده؟ هايبر ريفلكسيا لو دي تعمل النير ريفلكس، الترايسبس ريفلكس، البايسبس، كل ده هنشوفه مع بعض في العملي وهتشوفوه برضه في عمل البطنه اللي هي اكزاجريت. بوزيتيف بابينسكي ساين، عارفين بابينسكي؟ ايه بابينسكي دي؟ مش كده؟ بنجيب مفتاح ونمشيه في رجل العيان بهذا الاتجاه، يقوم يحصل له ايه؟ النورمال يحصل له صوابع تنزل لتحت، بلانتر فليكشن. طب لو صوابع كبير طلع لفوق دورز فليكشن، يبقى عنده ابر بوتر نيورون ليجن. خلاص؟ ليه؟ هو كده. محدش يعرف ليه، بس الناس كلها تعرف حاجه مهمه جدا، ان لو صوابع تنزل لفوق يبقى في ابر بوتر نيورون ليجن. نوبل برايز. بابينسكي اخذ عليها النوبل برايز. خلاص؟ دي اهم انجازاته العلميه. بابينسكي ساينس بتفرق لك بشكل رائع بين الابر موتور نيورون واللور موتور نيورون في الاكيوت ستيج. يعني في الاكيوت ستيج كله ما عندوش تورم ريفلكسز، كله بقى ضايع. لكن البابينسكي ساين بتبقى بوزيتيف من اليوم الاولاني. حتى قبل ما يموت الراجل ده قال له ايه اهم انجازاتك؟ قال لهم ذا ساين ويل ريمين. على الاقل بالنسبه لطلبه الطب. خلاص؟ على فكره لما عملها كان دكتور امتياز. دكتور امتياز معدي في واحده في ستروك عندهم كان بيلعب بالمفاتيح في رجلين العيانين. لا يا ملاحظه في ناس من الصباعه بيعمل كده واستاذ الصباعه بيعمل كده، بدا يفكر ليه ده بيعمل كده ولا ده بيعمل كده؟ فربط ديت بالنيورولوجيك ليشن. الله جت معاه مش كده؟ هو اصلا البدايه مش كانت حلوه قوي. خلاص؟ كرونوس. كرونوس ده ان شاء الله هتعرفوا انه ده بيدل على ماركتلي سيريوس ابر موتور نيورون ليشن. يعني في انواع كتير من الكلورس، زي الريست كلورس ده اقدر اعمله دلوقتي يبقى شكله عامل ازاي؟ صدن سستند ستريتش للتندو كده تلاقي يبدا ان هو ايه؟ يتحرك معاك بالمنظر ده. ده معناه سيريوس ابر موتور نيورون ليجن، يبقى سباستيستي وهايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا بوست بابينسكي ساين اند كلورس، كل ده ماشي. خلاص؟ بالاضافه بقى لحاجه نحط التاتش بتاعتنا بقى بتاعت البقط. ايه التاتش بتاعتنا دي؟ persistent neonatal reflexes زي المورو مثلا. ارجعوا بقى الكلام ده مورو ريفلكس من الولاده لغايه 4 ل 6 شهور. لما الريفلكس بقى يكون موجود في الوقت اللي المفروض يكون مش موجود فيه يبقى lack of cerebral development or cortical development بين قوسين cerebral loss. خلاص؟ يبقى لو ريفلكس زي المورو كمل معاك يبقى حصل
وسلم من القدس. ادي الايتمز الرئيسيه. طيب بيتقسم بقى ازاي؟ مونوبليجيك، هيميبليجيك، بارابليجيك، كوادريبليجيك، ودايبليجيك. مونوبليجيك، مونوبليجيك يعني واحد ايه؟ وان ليف، ابر اللي هو زي ما تيجي. طب هيميبليجيك شال النصف. طب بارابليجيك الرجلين الاثنين والطرف الطرفين السفليين مش كده؟ طيب كوادريبليجيك شال الرباعي. دايبليجيك خلصوا كده مش كده يعني خلصوا خلاص. دايبليجيك يعني الاربع اطراف متاخدين لكن اللور لين اكتر من الابر لين. تاني الاربع اطراف متاخدين لكن اللور لين اكتر من الابر لين. ودي غلطه تاريخيه في كتب البطنه وما عرفوش السبرا البولس اللي عندنا احنا بيحصلش للبطنه اساسا يعني. ولو وصل برضه يفضل يكمل مع اللي متابع معاه من الاول. السيريبرال بولس يا جماعه في نوع اسمه دايبليجيك في البطنه بيخلوه هو نفسه البارابليجيك. دايبليجيك هو هيجي سيرته سطر بس في كتاب البطنه في البارابليجيك يقول لك دايبليجيا. لا دايبليجيا معناها الاربع اطراف متاخدين لكن اللور لمب متاخد اكتر من الابر لمب. وده المستقبل يعني اكتر واحد في دول هو الدايبليجيك في الخمسه. خلاص ده اسمه اناتوميكال كلاسيفيكيشن. ده اول نوع من انواع السيريبرال بولس ونوع كبير جدا هو السباستيك سي. العيل بتاع السي لو انت جيت شيلته وبتلاقي رجليه لفوا على بعض تفتكر ليه؟ الماسل تون قويه جدا في الادكتس يقوم رجليه تدخل على بعضها زي المص. المص يحصل له سيزوري. الماسل تون قويه جدا في الادكتس يبقى لو انت جيت شلت الطفل رجليه الاثنين راحوا جايين عاملين كده مع بعض عاملين كروس كده مع بعض. فكرتها ايه مره ثانيه؟ فكرتها ان الماسل تون اعلى في الادكتس من الادكتس فالرجلين بتدخل على بعض. ده النوع الاولاني. النوع الثاني اسمه اكسترا بيراميدال سيريبرال بولس. لما اقول لك اكسترا بيراميدال تفكر فيه على طول. اكسترا بيراميدال فكر في الكونكتور بس ماشي تفكيرك سليم فكر فيه كمان. يا جماعه الاكسترا بيراميدال سيستم زي البيزل جانجليا وخلافه لو حصل فيه مشكله بيأثر على الموفمنت يعني بيعمل ابنورمال موفمنت يعني تعرفين الباركنسونيزم والكوريا والاسيدوزس والديستونيا وكل الحاجات دي لها علاقه بالاكسترا بيراميدال سيستم. فلو الاكسترا بيراميدال سيستم حصلت فيه مشكله بيحصل مشكله على مستوى حدوث ابنورمال موفمنت زي حاجه اسمها كوريو اسيدوزس. ده الطفل قاعد ما بيفصلش طول الوقت كده. مين الطفل اللي كان كده؟ الكيرنكترس في المرحله الاخيره اللي كان اسمها كرونيكس. اشهر سبب للاكسترا بيراميدال سيريبرال بولس هو الكيرنكترس. يبقى اول حاجه التون يا هايبو يا هايبر ويكون معاه هايبو ريفلكسيا وتلاقي معاه ابنورمال موفمنت. وده من العن انواع السيريبرال بولس لان الطفل عنده ابنورمال موفمنت طول الوقت ما بتفصلش. خلاص. النوع الثالث من انواع السيريبرال بولسي اسمه اتاكسيك تايب. تفتكروا ايه اللي اتضرب فيه؟ سيريبيلا. حد يعرف الكلينيكال بيكتشر اوف اتاكسيا ولو لمحه كده؟ يعني العين بيحصل فيها ايه؟ نستجمس مش كده؟ الهاند بيحصل فيها ايه؟ تريمور. لما يجي يمشي يبقى مش متزن درانكن جيت. خلاص؟ ده اسمه اتاكسيك سيريبرال بولسي لما بيكون الضربه على مستوى الموتور نيوكلاي اوف السيريبيلا. النوع الاخير وده نوع غريب قوي اسمه اتونيك سيريبرال بولس. اتونيك يعني ايه؟ اتونيك يعني مرخرخ مش كده؟ طيب الاتونيك سيريبرال بولس ده بيتميز عن كل اسباب الهايبوتونيا في الطب بميزه حصريه. ايه الميزه دي؟ نورمال وايفن انكريز دي تندون ريفلكسز. انتوا متعودين على تيما او هتتعودوا عليها ان شاء الله. هايبودونيا هايبر ريفلكسي، هايبردونيا هايبر ريفلكسي. تيجي بقى هنا هايبودونيا واز نورمو اور هايبر ريفلكسي. يعني التون قليله وبالرغم من كده الريفلكسز يا نورمال يا زياده. وده ما بيحصلش في الطب الا مع الاتونيك سيريبرال بولس. في النهايه تيجي تخش الامتحان عشان تبص على اللي احنا بنقول لك ده ما تلاقيهوش. ازاي يعني ما تلاقيهوش؟ ده الواد رجليه مخشبه موت بس ايديه مرخرخه خالص. خلاص؟ وفي ايد من الاثنين المرخرخين دول عمال كل شويه يعمل بيها كده.
الواد ده عنده ايه؟ ميكسد سيريبرال بولس. لان غالبا السيريبرال بولس مش مرض منظم للدرجه بيمسك لك ايه اربعه وبس، ما يكونش حاجه ثانيه والسلام عليكم اسباستيك. لا طبعا، يعني اكيد الهايبوكسيا اللي حصلت دمرت كذا مكان، بيديك اشكال متعدده. ذا بوست كوما از ميكسد زي الاسباستيك. اشهر حاجه الميكسد وبعدين الاسباستيك. واشهر تقسيمه جغرافيه او اناتوميكال هو مين؟ الدايبليجيك. كل واحد من دول يجوز تقسيمه نفس الكلام، يعني يجوز الاتاكسيكا يقسمه برضو مونو وداي ومينو نفس الكلام بالظبط. خدين بالكم الفكره؟ يعني كلهم بس انا مثل الاسباستيك يعني في الاول، وكلهم يجوز عليهم نفس التقسيم. يبقى اسباستيك، اتونيك، اكسترا بيراميدال، اتاكسيك، ميكسد، كلهم شغالين معايا. يبقى سيريبرال بولس دول جروب من ايه؟ من النون بروجريسيف النون كيورابل ديس اوردرز اوف ذا موتور يونت اند بوتشر دي دول انسر تو ذا ديفلوبنج برين كاركترايزد باي اللي احنا قلناه. معاه ايه كمان؟ ممكن يبقى فيجوال، اوديتوري، ايبيليبسي، منتال ديفيشن. خلاص انواعه سباستيك، اتونيك، اتاكسيك، اكسترا بيرامينال ميكس. طب انواعه الداخليه مونوبليجيك، هيميبليجيك، دايبليجيك، بارابليجيك، كوادربليجيك. لو جيت قلت لكم ايه الانفستيجيشنز اللي بتعملها حاله سي بي، لو سمحتوا نفكر مع بعض. لو جات لي حاله انا شكيت انها سيريبرال بولس، تفتكروا ايه اهدافي من الانفستيجيشنز؟ حدد اهدافك الاول. الهدف الاولاني انك تثبت ان سي بي اصلا، لان ممكن يطلع حاجه من الحاجات البروجريسيف هم نفس المنظر كلهم مش كده؟ يعني ممكن يطلع حاجه ميتابوليك، يطلع نيورو ديجنريتيف، ما هم كلهم بيقول العيل اللي عنده اعاقه. خلاص فالاول اعمل ميتابوليك وكروموزوما كاني بقى اتعامل مع المنتال ريتارديشن. طب لا طلع سيريبرال بولس اعمل ايه بقى؟ انا عايز اوصل من هذا المخ الى اقصى فائده ممكنه. هو المرض ملوش علاج لكن ممكن يتعامل معه، ممكن يتحسن. يعني لما انا هديكوا امثله حيه، بجد انا عارف العاده الخارجيه عنده مشاكل في الحركه او بتاع وما بيتكلمش كمان. اول حاجه لازم اعملها له اطمن على ودنه، لان ممكن يكون الولد ببساطه ما عندوش برين اتروفي في التمبورال لوب ولا حاجه، لكن كل المشكله انه عشان بيشرب كل شويه ودانه اتملت ستيكن تويت بارد ميه، جاله سيكريتري اوتايتس ميت، فجاله كوندكتيف ديفنس. ده لو ركب جرومت هيسمع، ولو سمع هيتكلم. خلاص؟ يبقى انا هخرجوش من فرصه حاجه اقدر اعملها له. فبالتالي هعمل له اوديتوري اسسمنت، اوديوجرام، فيجوال اسسمنت، اي جي. يعني الطفل لو سيريبرال بولس وعنده ايبيليبس، طب ما الايبيليبس هيخليه اوحش، وكل يوم هيخليه جيتنج ويكر، وكل يوم هيبقى الديفلوبمنت بتاعه اقل، ما تديله حاجه تعالج الكلام ده. خلاص؟ يبقى الانفستيجيشن ليها اهداف. الهدف الاولاني اكسكلود الاذر كوزز ميتابوليك، نفس الانفستيجيشنز اوف منتال ريتارديشن. المجموعه الثانيه عشان افيد العيان، اقصى فائده ممكنه من المخ اوصل بيها. ده في اطفال سيريبرال بولس بتلاقي في الاخر هو بيمشي وبيتكلموا وكل حاجه وعندهم زكه في رجله. يعني في الاخر بتلاقي الدنيا مش معاهم كويس جدا، عندهم زكه في رجله ولا حد يعرف اصلا ان هو سيريبرال بولس اصلا. طيب ايه علاج السيريبرال بولس؟ اظن واضح ان هيكون ايه؟ تعامل. يعني علاج الابيليبسي، فيجوال ايد، هيرنج ايد، علاج طبيعي مهم جدا، فيزيو سيرم. اكتر حاجه بنشوفها ان الطفل بيكون مخشب، فممكن اديله مصل ريلاكسن زي ايه؟ ده اللي بقول لكم في الكتاب، ده احسن مصل ريلاكسن، ده اسمه العلمي على فكره اللي هو الباكلوفين. ده بيعمل مصل ريلاكسيشن من غير ويكنس. هو المصل ريلاكسن ممكن يبقى عيبه انه هيخلي الطفل ايه؟ ويك. لا ده بيعمل مصل ريلاكسيشن من غير ما يعمل ويكنس. و البوتولونيوم توكسين انجكشن احنا جبنا قبل كده سيرته كتير قوي يا جماعه، تلاقي الطفل ما بيمشيش لسبب بسيط زي ايه؟ اخين تندو الاخيلس، تندو الاخيلس. لو العضلات اللي بتشد على تندو الاخيلس زي الجاستروتينيس والسوليس فيها سباستيسيتي، الطفل هيبقى عامل ازاي؟ على تنظيف صوابعه، لان تندو الاخيلس اتشد عليه. يعني لو انا عندي ادي رجله اهي كده، خلاص هتلاقيه مش عارف يظبطها عن كده، لان التندون الاخيلس التندون ده خلاص مشدود عليه من فوق. طب لو انت اديت بوتوكس في الجاستر ابنيموس اوسيليس وريحت العضلات دي شويه، مش هيبدا يربط رجله على الارض، يبدا يتزن، يبدا يمشي. ولذلك البوتوكس مفيد جدا في الحاله دي، بس ايه الشرط عشان يحلو؟ يكون البرين كويس، المينتاليتي اي مين. وهو لو انا ظبطت له عضلاته كلها وشلت كل حاجه وهو البرين بتاعه مش عارف يدي الامر بالمشي، مش هيمشي.
فعشان احقن دواء غالي زي البوتولينيوم توكسين لازم يكون عندي مردود. المردود ده هجيبه منين؟ ان يكون مخه شغال. ولذلك مش اي حاله يتحقن، لا لازم تبقى الحاله ايه؟ سيلكتد كيس. يبقى العلاج كله علاج سبورتيف. في النهايه اخواننا في العلاج الطبيعي عاملين تقسيمه بينها لكم، تقسيمه عجيبه قوي بصراحه. يقول لك بنقسم السي بي اربع درجات، ماشي يا عم. الدرجه الاولى ما عندوش حاجه، طب ايه اللي جابه؟ ما عندوش حاجه. الدرجه الرابعه بقى مفيش منه امل، خلاص نو يوز فور فيزيكال اكتيفيتي وخلاص. الدرجه الثانيه والثالثه في حوار ما بيننا وما بينهم. الدرجه الثانيه مايل تو مودريت بروبلم، والدرجه الثالثه سيفير تو جريت بروبلم. المهم يا جماعه يعني سيبك من كلام الفاضي ده، خلاص المهم اللي عنده تقريبا يعمل ليزر سيرفي. المهم موضوعنا الاخير بقى النهارده، ولو بتيجي يوم الاثنين كان زمانكم حصلتوا عليا بوش امبارح. امبارح مش عارف كنت حاسس ان هم عندهم استعداد، لان انا كتير ما شفناش بعض كده. تعالوا نفهم اللي حصل الاول وبعدين نشوف ايه اللي حصل اصلا. تعالوا نفهم اول حاجه، الطفل ده جاله فيروس انفكشن زي ايه؟ زي اي حاجه، يعني مفيش حاجه محدده. انفلونزا، بارا انفلونزا، ميزلز، تشيكن بوكس، خلاص ادينو فيروس كتير، وهناك بكتيريا واحده فقط متهمه. حد يعرف ايه متهم؟ يعني الفيروسات اي فيروس يمكن اتهامه، لكن في البكتيريا واحده بس اللي متهمه لغايه دلوقتي انها ممكن تعمل جليان برلين. طب اضربوا اي واحده؟ كامبيلو باكتر صعب. طب والله قالوا امبارح مش عارف قالوا امبارح خلاص. كامبيلو باكتر، الكامبيلو، الكامبي او الفيروسات، حصل انفكشن سواء كانت فيرال او بكتيريا. المهم الجسم كون انتيبوليز لمين؟ للفيروس او للبكتيريا اللي طلعت بالصدفه بتشتغل ضد النيرف وتكسره. الفكره اللي احنا خدناها كتير، خلاص الفكره دي زي ما انتم شايفين في المنهج كل شويه ايه؟ مفيش غيرها تقريبا. حصل انفكشن بالستريبتوكوكاي، حصل انتيبوليز اللي طلعت بالصدفه تشتغل ضد الهارت فبقى روبوتيكي. حصل انفكشن بفيروس كون انتيفيرال انتيبولي اللي طلعت بالصدفه تشتغل ضد النيرف فبقى بولينيوروباثي. خلاص ايه بقى اللي بيحصل بالظبط في النيرف؟ هرسم نيرف من النوع الف. ايه نوع الف ده؟ يعني الفرق انواع؟ اه طبعا انواع حسب سرعه التوصيل. ايوه بي او سي والمايليشن ايه وبي او سي مش كده؟ ده من النوع الف، ادي المايلين تشيز وادي الرموز وفرانجيه موجوده. المهم يعني الانتيبوليز بتعمل ايه؟ بتقشر المايلين اللي حوالين النيرف، تقوم تحوله من طيب ايه لطيب سي. تخيل بقى اللي بيحصل،
سرعة توصيل العصب من النوع إيه اللي هي الأعصاب الموتور تقريبا 200 متر في الثانية. 200 متر في الثانية. خلاص؟ تخيل لو حصل حاجة زي كده بتنخفض السرعة من صفر لنص متر في الثانية. خلاص كده؟ ضاع النيرف كأنه مش موجود خالص. فالديمايليشن بيخلي النيرف ما يشتغلش لأنه أفقد القدرة على إيه؟ على توصيل الإشارة العصبية. خلاص؟ يبقى المشكلة مشكلة توصيل الإشارة العصبية. يا مبدئياً فايرال أور كان بي كاركترايزد باي ديمايليشن. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لو بتقول لك يا دكتور الواد كان كويس خالص ماشي من اسبوعين بس يا دكتور كان بيرشح وسخن شويه الفايرال او كان عنده غير اسهال الكامبي كان بيبطل. المهم يعني كان عيان من اسبوع او اسبوعين. ايه اللي حصل النهارده؟ جه صاحب النوم يا دكتور الواد جاي ينزل على الاطرح جاي واقع مش قادر يحرك رجليه خالص. فقلت يمكن بيتدلع. خلاص ساعتين ثلاثه وهو ما بيتحركش. بعدين بدات احس كده ان هو دي مش قادر يمسك بيها الحاجه. فقلت اما اجيبه عشان ايه؟ عشان نشوف فيه ايه. يبقى الموضوع بدا بايه؟ اكيوت فلاسيد باراليسيس. الواد بيكون مرخرخ تماما. بيبدا في اللور ليمب وبعدين ياخد الترنك وبعدين ياخد الابر ليمب ممكن ياخد الريسبيراتوري وايفن البلبر ماسلز. بلبر يعني ايه؟ صعوبه في البلع، تغيير في الصوت. ده الواد صوته قد مبحوح او محشرك او مش خارج خالص. هو بيرجع الاكل من مناخيره هو مش عارف يبلع كده. دخلنا البلبر سيكس. طبعا ممكن يموت. يموت ليه؟ ريسبيراتوري فيلير والاسبيريشن. ريسبيراتوري فيلير والاسبيريشن ممكن يموت في اي لحظه. اللي تلاقي صوته غير او بدا ينهج لازم يطلع عينيه فورا. اللي ممكن يموت في اي لحظه. يبقى تاني اكيوت فلاسيد باراليسيس شلل رخوي حاد زي ما بيسموه بالعربي. يبدأ في اللور ليم ترانك أبر ليم ريسبيراتوري أند بلبر ماشي. طيب ايه كمان اخبار المصل تون؟ ايه اسمه رخو؟ يبقى ايه هايبوتونيا لدرجه الاتونيا. اخبار الريفلكسز ايه؟ ريفلكس. وخدوا بالكم من النقطه دي مش هايبو ريفلكس نوعها ريفلكس مش الريفلكسات الضعيفه. الريفلكسات ضايعه. Presence of reflexes is against the diagnosis of Guillain-Barré syndrome. Presence of reflexes لأي درجة is against the diagnosis of Guillain-Barré syndrome. Acute flaccid paralysis, ascending paralysis مع A-reflexia. يبقى acute flaccid paralysis, ascending paralysis مع A-reflexia. تبص على الوقت اللي بيحرك صباحك ولا ايد ولا رجل ولا صباح ولا اي حاجة خالص. بالرغم كده تلاقي العضلات بتاعته عادي. تفتكروا ليه عادي؟ ليه ما خسيتش؟ كلمة واحدة لأنه إيه؟ أكيوت ما لحقش. لو بس عيد المنظر بتاعته. يبقى أكيوت أسيلينج فلاسيد باراليسيز معاه أتونيا وعارف ليه مش معاه فلاسيد أسيلينج. خلاص؟ طب لو جات لنا حالة بالمنظر ده أكيوت سيمتريك أسيلينج فلاسيد باراليسيز دي جليان بريء أنتل بروفد أذروايز. طب هل في انفستيجيشن نعملها؟ لازم تعمل انفستيجيشن. ليه؟ لان ساعات الحالات بتبقى خادعه يا جماعه. يعني ياما شفنا في حياتنا حاجات لا تتخيل. يعني شفنا حاله لسه كمان كان حوالي شهرين او ثلاث شهور عيله جايه لنا في المستشفى عندها اكيد فلاسيد باراليسيس. ماشي بدا في اللور ليمب بعدين خد الترانك والابر ليمب بدا ايه يضعف شويه. خلاص؟ فقلنا دي ايه؟ جريان بري. بس روتينلي في الجريان بري سندروم بنعمل سرعه توصيل اعصاب لان هو كله فكرته في ايه؟ بالظبط. لقيناها حاله اوفر لايف بتطلع سرعه توصيل انها قليله سنه لكنها مش قليله لدرجه الجريان بري. فطلبنا ام ار اي سباين يطلع سباينال تيومر محوط السباينال كورد كله وعامل كومبريشن على الاشاره النازله كلها. فممكن يبقى حاجه زي كده. فلازم تعمل انفستيجيشن رغم ان التشخيص الكلاني كان بيكون واضح قدامك لكن لازم تعمل انفستيجيشن. نعم؟ دي بقى نقطه مهمه جدا يا محمد. هو التيومر ينفع يبقى اكيوت؟ السي ان اس تيومرز يا محمد دايما بتبقى اكيوت. دي اكيوت برزنتيشن تقعد فتره كده سايلنت عشان كده لو تلاحظ اكيوت كونفرجنس هتلاقي سوء. خلاص؟ ودي من الحاجات اللي الواحد كان فاكر زمان يعني حتى لما تيجي تدرس كوميونس يقول لك التيومر جرادوال اونسر حتى في السباينال كورد. لا التيومر بيجي في السباينال كورد بيعمل اكيوت برزنتيشن. ارض الواقع بيقول كده. المهم نرجع تاني للكلام بتاعنا هنعمل ايه؟ هنعمل نيرف كوندكشن فيلوسيتي و اي ام جي. اي ام جي وان
ان سي في نيرف كونفكشن فيلوسيتي والكتروميوجرام هنلاقي فيه ايه بقى؟ ما انت تقوله هتلاقوا ايه؟ انكريز سبيد اوف ترانزميشن او بولي نيوروباثي وخلاص. دايجنوستيك؟ دايجنوستيك؟ لا. ليه؟ هو كل اللي تقولك ايه؟ في بولي نيوروباثي. مفيش حاجه دايجنوستيك على فكره. لكن لما يبقى واحد عنده اكيوت واسندنج وفلاسيد بارانسيس وعنده نيرف كوندكشن فيلوسيتي ضعيف هيطلع ايه يعني؟ خلاص؟ ما عندوش الكليكسات اه، هيطلع ايه؟ هيطلع جليان بري في الاخر. طب هل في انفستيجيشن تاني نعمله؟ بنعمل لمبر بنكشر. هلاقي في اللمبر بنكشر حاجه اسمها سايتو البيومينس ديسوسيشن. يعني ايه؟ يعني ايه؟ لو جينا ناخد عينه سي اس اف سيريبروسبينال فلويد نورمال البروتين في السيريبرو نورمالي في السيريبروسبينال فلويد كام البروتين؟ هنعرف المره الجايه من 20 ل 40 ملي جرام بر دي سي. وهنعرف ان الخلايا من 0 ل 5 على الهاي باور فلويد. نورمالي الخلايا من 0 ل 5 ماشي الحال، والبروتين من 20 ل 40. لو واحد جاله مينينجايتس يا شباب، مينينجايتس انفلاميشن، ايه اللي هيحصل في الخلايا؟ طب والبروتين برضك هيزيد مش كده؟ طيب يعني الطبيعي ان البروتين والخلايا مرتبطين ببعض، يعني نورمال از سايتو خلايا البيومنس بروتين اسوسيشن بيعملوا مع بعض. خلاص تخيلوا بقى لو في مرض جه البروتين عالي من غير ما الخلايا تعلى، بنسميها سايتو البيومنس ديسوسيشن. يبقى معنى كلمه سايتو البيومنس ديسوسيشن ان البروتين بيعلى من غير ما الخلايا تعلى، الخلايا تفضل نورمال بس البروتين يعلى قوي. يوم واحد يقول لي بقى سؤال سخيف جدا، هو ليه البروتين عالي في السي اس اف؟ عشان بالظبط، برافو عليك، صح صح صح، عشان المايلين اللي وقع جوه السي اس اف. يعني يا جماعه لو ده السباينال كورد، ايه اللي خارج من السباينال كورد ده؟ البريفرال نيرفز مش كده؟ ايه الحاجه اللي بيخترقها البريفرال نيرف عشان يخرج لبره؟ الزرقاء دي مننجيس. ايه السائل اللي تحت المننجيس؟ سي اس اف. المايلين شيز بيبدا يتقشر ويقع جوه السي اس اف، وده عباره عن فوسفوليبيد مع شويه بروتينز، فتلاقي البروتينات تعلى باثر حد جاب سيره الخلايا بقى او كده، مفيش خلايا، وبالتالي نسميها سايتو اليومس ديسوسيشن، زياده البروتين من غير زياده الخلايا. وبنعمل سي اس اف عشان الحاجه التافهه دي، وساعات بتلاقي مفاجات. كان في حاله كان الدكتور محمد عثمان بعتها المستشفى من 3 سنين، اكيوت فلاسيد بارانسيس، فبنعمل لها سي اس اف روتينلي، نحط الابره يطلع بس يطلع الديورال ابسس في الاخر. خلاص؟ ولذلك لازم نعمل انفستيجيشن تو اكسكلود الاذر بروبلمز. حد عايز بقى ياخد التاتش بتاعته ويحط لي انفستيجيشن ثالثه؟ طبعا ما انت اللي قدامي. عايز انفستيجيشن ثالثه. ايه الصمت الرهيب؟ ما فيش مكان بيقدر حد يقول انفستيجيشن ثالثه. انت بودي هو غلط بس مفيش مشكله نعديها. ماشي؟ ريسبيراتوري فانكشن واي بي جي. ده بنقول الجزء ده اسمه ريسبيراتوري فانكشن. معلش محدش يزعل من نفسه. محدش يفهم من نفسه برضه. احنا عادي برضه. خلاص؟ ايه علاج؟ في ناس بتوع الحصاله عارفين علاج الجليان بريء كويس. لانه بيحرق شويه. خلاص؟ قول يا عبد الله ايه علاج الجليان بريء؟ ما تعرفش الجامع يا عبد الله؟ الجامع نيورو جلوبلز. المهم يا شباب اول حاجه علاج الجليان بريء. في عندنا تو لاينز اوف تريتمنت. غير السبورتيف كير ميكانيكال فنتريشن سكريشن نعمل لها اسبيريشن، في عندي علاج. العلاج حاجه من الاثنين مش الاثنين مع بعض، يا اما انتي انترافينوس اميونو جلوبلينز اللي هي الجاما جلوبلين والجرعه 4/10 اللي هي 400 يعني جرام 400 مللي جرام لكل كيلو جرام بير داي لمده 5 ايام.
اللي عايز يحفظ الجرعه يحفظها، مش عايز يحفظها هيحفظها لانها تكرر كتير. دي جرعه الجامعه الثابته في منهج الاسبيشال، جرعه ثابته 4/10 جرام لكل كيلو جرام في اليوم لمده 5 ايام. تمام. الجامعه بتعمل ايه؟ دواء غالي جدا، يعني انت ممكن تلاقي الطفل في 3 4 ايام صرف بتاع 8000 جنيه 7000 جنيه على الجامع. خلاص عبد الله افتكر ال 8000 على طول، خلاص صرفهم على الجامع. تمام. فهيقول طب انت بتديها ليه؟ بتعمل ايه في الجليان دي؟ بتدي انتي بوليس. طب ما تيجي نشوف الديمودريشن حصل ازاي اصلا، هو كان حصل من طريق ايه؟ انتي بوليس. كانت بتعمل ايه؟ يعني ادي المايلينش حتى تكون بسيطه. المهم يعني ادي النيرفا، ادي الانتيبودي اللي اتكون ضد الفيروس اللي طلع بالصدفه بيشتغل ضد النيرف. هل الانتيبودي يقدر يكسر النيرف على طول؟ الاجابه لا. امال لازم يعمل ايه الاول؟ لازم يمسك الاول في الماكروفاج، يمسك في حاجه اسمها ايه؟ اف سي ريسبتور، والحته دي اسمها ايه؟ اف سي، والحته دي اسمها ايه؟ فاب. اي انتيبودي في الدنيا في جزء اسمه الفاب، وده جزء متغير حسب نوع الانتيجين. في جزء اسمه اف سي فراجمنت كونستانت او كريستالايزر، وده ثابت في كل الانتيبوديز. خلاص. يقوم الاف سي يمسك في الاف سي ريسبتور، ساعتها يقدر الانتيبودي يمسك في البريفرال نيرف يكسره. لو ما حصلش هذا الرياكشن مش هيحصل تكسير البريفرال نيرف. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنجيب انتيبوديز من بره اللي هي الاميونوجلوبولين، ملهاش علاقه بالموضوع خالص، لكن تشترك ان فيها مين؟ فيها اف سي اف سي اف سي. خلاص. الفاب بتاعها ملوش علاقه بالنيرف خالص. وانا عندي ماكروفيج في الجسم، تقول ماكروفيج ايه؟ ادي ماكروفيج اهي عليها اف سي ريسبتور، يقوم مين يمسك فيها؟ الانتيبودي اللي انا مديه من بره. يقوم الريسبتورز اللي موجوده عليها تبقى ساتيوريتد بالانتيبودي اللي انا مديه. يقوم يجي الانتيبودي الثاني اللي متكون ضد الفيروس عشان يمسك في الاف سي ريسبتور ما يلاقيش مكان، فما يعرفش يكسر النيرف. عايز الخص الكلام ده كله في كلمه، بلوكينج انتيبودي. برافو. فهمتوا الفكره؟ الانتيبودي ايا كان نوعه لازم يمسك في الاف سي ريسبتور اللي على الماكروفاج عشان يقدر يكسرت اتس اكشن. انا بشغل الاف سي ريسبتور بانتيبوديز من بره، ملهاش علاقه بالموضوع. خلاص. دي اول طريقه للعلاج. واحد يقول بس دي مش طريقه برضه. طب ما هو بعد شويه الانتيبوديز اللي انا اديتها دي هتخلص من الدم وتيجي الانتيبوديز. ما هو اصلا الجليان بريده ترانزيت، اسبوعين ثلاثه الانتيبوديز بيتم ايقاف تصنيعها اصلا، والموضوع بينتهي، العيل بيخف تماما عن الجامعة. خلاص. اذا هي تستاهل. تاني حاجه الاوبشن الثاني هو البلازما فارسيس. ايه البلازما فارسيس دي؟ اسمها بالعربي استصفاء البلازما. يعني ايه؟ بنودي العيل جلسه زي جلسه الغسيل الكلوي بالظبط، البلازما بتاعته تدخل في الجهاز بينقيها من الانتيبوديز. يعني انت بتشيل الانتيبوديز اللي في الدم اللي هي الانتيبوديز الضاره بقى والنافعه كمان بتتشال. يبقى البلازما فارسيس فكرته انه بيشيل الانتيبوديز، لكن الاي في اي جي بيعطلها. طبعا ما بيبقاش حاجه بتوصي عليها بقى، ويقول لك بقى نظبطها بقى. نظبطها ازاي؟ يعني الصبح نبعتها على تاخد جامد، وبالليل نروح نعمل لها بلازما فارس. خلاص. انت كده تظبطها تظبيط ملوش حل بصراحه. هتديها الجامعه الصبحيه والليل تغسلها لها. ما ينفعش يا ده يا ده. خلاص. يعني تظبيط ليه حدود برضه. تمام؟ لكن ممكن يتعملوا سيكونشال. يعني ايه سيكونشال؟ يعني ادي الجامعه اسبوعين ثلاثه ما لقيتش النتيجه مرضيه، ممكن بعدها ابقى اعمل بلازما فارس. خدي بالكم الفكره؟ نتائجهم الاثنين كومبارابل لبعض، لكن لو انتوا في مكان قدامكم حاله جليان بريد تختاروا الجامع ولا البلازما فارس؟ طبعا تختار مين؟ الجامع. ليه؟ عشان مش انفيسيف. بلازما فارس ده زي الغسيل الكلوي، هيركب قسطره ويروح ويقعد على الجهاز ويتشرب الدم بتاعه وياخد البومين فين؟ في كومبليكيشنز كتير. الجامع مش كده الوحيده سعرها، لو حصل يدفع كمان. خلاص؟ اذا اختيار الجامع هو الاختيار الرئيسي. لا مصر بتدفع على فكره، في شويه جامع بيجوا لغايه يوم ثلاثه في الشهر بيقضونا يعني الحمد لله. عارفين بيجي يعني بيجي وارد كده من الجامع التامين الصحي بيقعد ثلاث اربع ايام في الشهر. عارف لما اقول لك مرتب بيكفي لغايه يوم 20 25، لا الجامع بتكفينا لغايه يوم 2 3 وبعدين بنقعد بقى ايه نتسوق. المهم يا جماعه زمان كان العلماء بيدوا كورتيزون،
وكان يقول لك الكورتيزون از كونتروفيرسي. يعني ايه كونتروفيرسي؟ انت عارفين الناس تقول اه وناس تقول. دلوقتي الكورتيزون هاز دوره، مش دلوقتي، بنتكلم دلوقتي في السنه العشرة علميا الكورتيزون هاز دوره. الواد ان هو ما بيعملش اي حاجه في الجليان بلي ده، اما خلاهاش اوحش. ليه يخليها اوحش؟ ده من مصر بس. كورتيزون ناو هاز نورو، يبقى العلاج يا جاما يا بلازما فارسس. الجليان بلي جت كيس في الامتحان اللي قبل اللي فات، كيس الكيس كانت عيل عنده 6 سنين جالك بعد 1 ويك اوف فيفر، جالك باكيوت باراليسس افكتنج اللور ليم زين الترانك زين الابر ليم، وكان عنده ارفليكسيا، حاله متسنطره. دايجنوزس جليان بلي، انفستيجيشنز سؤال باربع درجات، لازم تكتب بقى بالمونري فانكشن والاي بي جي وكلمه. يعني العلاج اوبن كيس سهله جدا وبسيطه خالص. الجليان بلي من حالات العمل اللذيذه، لو لقيتها يبقى في حد داعي لك وانت جاي الامتحان، لان ما فيهاش عمل. تيجي تعمل ريفلكسات ما تلاقيهاش، تيجي تعمل دوم ما تلاقيهاش، ومسألة في نظري. اصل ربنا يوقعك يا رب في الجليان بلي. حد سهل تسال عليه.